السلام عليكم متابعين مامتي الحبيبه ام ولادي، كنرحب فيكم اليوم وكنقول لكم تفضلوا معايا لواحد الكيكه بارده رائعه رخيصه بزاف وكتحضر في اسرع وقت وكتجينا غزاله هشيشه وزوينه وما عندناش بزاف ديال المقادير. شي حاجه اللي فيها ماشي بزاف. وقبل كل شيء كنرحب بكم وكنشكركم لدعمكم، كنشكر الناس الجدد. ما تنساوش تفعلوا الجرس وما تنساوش تابوني معنا وما تنساوش لايكونا وتفضلوا معايا المقادير باذن الله وبسم الله على بركه الله. غنحتاج لهاد الكيكه بسكوي عادي، ماشي شي بسكوي اللي يكون غالي ولا شي حاجه، ارخص حاجه عندك، اي حاجه بغيتي ديريها، يعني اي بسكوي عندك لو شو ديريه. هاد الكيكه ما كتطلبش لينا شي حاجه اللي تتكون، ولكن راه المذاق واللذه ديالها كتجي زوينه. انا هنا استعملت ايطرو ديال الحليب، علاش؟ لان بغيت يكون فيها بزاف ديال الطبقات. دونك انت تقدري ديري غير السيترو الا بغيتيها تكون صغيره، انا بغيتها تكون حجم عائلي، دونك على حساب الحجم. بغيتي ديريها صغيره، وحتى هذاك الاطار انا درتو ريكتانغولير، تقدري ديري سيركل، تقدري ديري صغري تكبريه. جوج معالق ديال النشا كبار، هاد النشا غادي غير ايبيسي لنا الحليب باش تولي عندنا اون صوص الشوكولا. غادي نزيد معاها جوج معالق كبار ديال الشوكولات بودر الكاكاو. هاد الكاكاو اللي عندي انا شويه حار مر، دونك ندير هنايا جوج معالق، تقدري تزيدي حتى ثلاثه معالق الا عندك محارش. وغادي نزيد السكر، والسكر دائما كيبقى على حساب المذاق وعلى حساب الذوق ديال الانسان، واش كيبغي الحلاوه ولا ماشي حلو. انا هنايا درت على حساب الحلاوه، لان عندي السكر، عندي الكاكاو عندي شويه حار، ومن طوم على حساب لا كونتيتي اللي انا دايره. غادي نخلط هادشي كامل وغادي نديرو فوق النار باش يسخن، ومن طوم باش يتختر لي. انا هنايا درت هاد لا كريم انغليز، وماشي بالضروره تقدري تكتفي غير بالحليب والشوكولاط. انا درتها باش تعطيني واحد شويه ديال المذاق ديال لا كريم، مي ماشي بالضروره، ماشي بالضروره ديريها. ولا بغيتي تزيديها بطبيعه الحال غادي تعطيك واحد المذاق زوين غيش. اوكي، غادي نزيدها وغادي نحرك هادشي مزيان، وغادي نخليه حتى غادي تختر لي المذاق ديالو مزيان، تختر لي كاع داك السوائل، يعني راك عارفين حتى ايبيسا مزيان. وما خصناش نحيدو يدينا من التحراك نهائيا، لان كتلصق النشا ومن تحت هذيك لا كريم كتهبط لتحت وكتلصق لينا وكتعطينا واحد المذاق مر. الوغ كنفضل انكم ديروا يديكم تبقى تحرك حتى دير هذا اطار اللي غادي ندير فيه. انا قلت لك غادي ندير اطار حجم عائلي ماشي صغير، يعني كبير، يعني هذه كلاسيات اللي غادي تصبي فيها. عندي شويه ديال الحليب هو باش غادي نفزك البسكويت ديالي، وهذه هي لاصوص اللي انا درت، خليتها دفات غير شويه باش ما تذوبليش الحليب، وراه لا كونسيستانس ديالها يعني عارف كيفاش نقولها، بقى شويه يعني مازال ما تعقدتش بزاف، لان خاصها تختار لي انا في البسكوي حيت باقا دافيه. دونك كنغطس البسكوي ديالي في الحليب وتنحطو في الاطار ديالي. تنعاود تنقول هذا الاطار انا درتو ريكتانغولير، تقدري ديريه دائري وتقدري ديريه تريانغولير، ديري كاري، ديري اللي يعجبك على حساب العائله وعلى حساب الكونتي اللي بغيتي. انا بغيتو كبير وبغيت فيها بزاف ديال لي زيطاج. دونك غادي ندير نكمل هذا الاطار ديالي كله، غادي نعمرو بسكوي، يعني لا سيرفاس كامله بسكوي. كنفزكو غير بشويه ديال الحليب، كنغطس هكا وكنحطها، ومن بعد غادي نكب لاصوص الشوكولا ديالتي فوق بروميير ايطاج كما تنقولو، الى بقى لنا شويه. وما نساوش نكبوها في جناب، لان بغيت ديك لاصوص تهبط مع جناب ديال البسكويت هما. كيبقى لي واحد هكا، بقات لك واحد البليصه خاويه
نقطعو بسكوي باش نكملو. دونك غادي نزيد لاصوص شوكولا ديالي دافيه ماشي سخونه باش تجمد لي مع في الاطار ديالي. غادي نغطي كاع داك البسكوي اللي عندي باش يجينا واحد انكوش شوكولا وانكوش بسكوي انكوش شوكولا انكوش بسكوي انكوش بسكوي. غادي نكمل هادشي وغادي فوالا. ما خاص هذاك البسكوي ديالي خاص يتغطى كامل، ما غادي نخليو فيه حتى شي حبه حتى شي بلاصه. وغادي ندير اون دوزيام كوش كملت على الدوزيام كوش. دونك غادي نزيد شويه ديال لاصوص الشوكولا الكريمه ديال الشوكولا ديالي وهاد الكيكه راه كتجي غزاله 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 او تحليه بارده ديسير بارد يعني باش ما بغيتو تسميوها وما كطلبش لنا بزاف ديال الوقت. دونك غادي نزيد عاوتاني كوش اخرى. انا هنا راه استعملت بزاف ديال لي كوش كملت لاكوش ديالتي وغادي نزيد عاوتاني لاصوص الشوكولا. انا هاد الاطار كله غادي نعمرو باذن الله كله بالبسكوي او لاصوص الشوكولا ديالي او كريمه الشوكولات ديالي. وكما كنقول عاوتاني يعني تقدري ديري المستطاع ديالك، يعني تقدري ديري غير ثلاثه ديال الطبقات او اربعه ديال الطبقات. انا هني استعملت الباكيه كامله يعني فيها تقريبا كيلو ديال البسكوي. وما نكذبش عليكم اولادي راه كلاوها في رمشة عين. كملت الطبقات ديالي يعني عمرت داك الاطار كله بيسكوي صوص شوكولا بيسكوي صوص شوكولا حتى كملت الاطار ديالي كله. و حطيت دابا الشوكولا لا لاصوص ديالي بحال هكا داكشي اللي بقى لي من لاصوص كله كبيتو وكنحاول نكب ندفعها باش تهبط لي مع الجناب ديال البسكوي باش يتغطاو لي حتى هما. وغادي نغطيها واحد البلاستيك الغذائي ونخليها تبرد واحد شويه باش توقف لي هذيك لاصوص.
هاد الاثناء غادي ندوب شويه ديال الشوكولات عندي. حتى هي الشوكولات كيبقى اختياري، انا درت هنايا الشوكولات كراميل. تستعملي اي شوكولا عندك او تكتفي غير بحال هكاك. وانا درت حبيبات ديال الشوكولات بالحليب، غادي ندير معاهم شويه ديال الحليب وغادي ندوبهم باش تولي عندي اون صوص شوكولا تاني باش نديرها من الفوق ديال الكيك ديالي. الكيكة ديالتي راها بردات، بردة، وغادي نصب عليها هذاك الشوكولات من الفوق. غادي نخليها غير حتى واحد 5 مينوت حتى 10 مينوت بين ما برد لي هذاك الشوكولات، ونقدمها بطبيعة الحال. نقاد الشوكولات ديالي من جميع الجوانب. تقدري ديري اي شوكولات عندك، يعني ما تجي ولا بدا شي شوكولات. انا هنا درت شوكولات عادي سامبل، ما فيه حتى شي حاجه، غير هو واحد منسم بالكراميل، واحد منسم بالحليب، بالشوكولا بالحليب. انا كنقادو الشوكولا ديالنا وكنخليو دائما كندفعوه حتى باش يهبط داكشي على الجناب ديالها، باش تجي باش تغطى حتى من الجناب ديالها. وها هي الكيكه ديالتنا بارد، ملي غنخليوها حتى تبرد بطبيعة الحال. ها هي موجوده، يعني كتوجد في واحد الوقت وجيز، ما كيطلبش لينا بزاف ديال الجهد، ما كاينش كاع الجهد، وما كطلبش لنا مقادير كثيره. وبطبيعه الحال كناكلوها وشهيه طيبه. وشكرا لكم وشكرا لدعمكم، وما تنساوناش انتم شوفوا شحال ديال الطبقات انا درت. ما تنساوناش تزيدونا القدام. كنشكركم، كنشكر جميع الناس اللي كيتفرجوا فينا، يعني القراب والبعاد والاصدقاء واصدقاء الاصدقاء. كنشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم الى فكره مقبله باذن الله.